تحية صباحية من جديدة لكل مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. من الموضوعات أو من الفقرات اللي دائما بتكون حاضرة معنا في برنامج صباحات السودانية فقرة تجارب فنية. ضيفتنا لليوم واحدة من الروائيات اللي لهم بصمة ولهم دور في المحتوى سواء كان على الروايات أو حتى كمان على القصص القصيرة. نالت جائزة الطيب صالح للإبداع رواية في عام 2012. أسعد جدا أن تكون معنا اليوم ضيفتنا في صباحات سودانية الأستاذة سارة جاك. أهلا ومرحبا بك وصباح الخير عليك. كل عام وانت بخير. أهلا بك محمد معتصم. صباح الخير عليكم وأجمل ما في الفقر الناس مع صباحات سودانية. فأتمنى فعلا أن أنا أكون ضيفة خفيفة في الصباح دي ويعني نحلم بسودان واسع كبير قادر يحتوينا كلنا عبركم وعبر الشاشة بتاع السودانية 24. صباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين. يعني صباح النور عليك مرة ثانية. من الحاجات اللي لفتت انتباهي دائما أغلبية الكتاب يعني بيركزوا في أدق التفاصيل. يعني ياسي من خلال جلستنا دي ياسي تركزت في اسم الفقرة اللي هو أو اسم البرنامج صباحات السودانية. حاليا أستاذ سرجاك بتستعد لإطلاق رواية جديدة رواية الأحجية. فالاسم مختلف أكيد المضمون بتاعها هيكون مختلف. يا ريت تكلمينا بصورة أوسع عنه. انطلاقا من العنوان واسم البرنامج الأحجية هي الرواية الثالثة في سلسلة اسمها ثلاثية الطائرة الفينيق. أيوة. صدرت منها خيانة إيزن هي اللي فازت بالجائزة بتاع عبد الكريم مرغني زي ما أنت ذكرتها في 2012. جاء الجزء الثاني بعنوان السوس صدر في 2015-16 تقريبا ودي الأحجية. المجموعة شوية طريقة بتاعت كتابتها كانت معقدة حتى بالنسبة لي أنا ككاتب لأنها كانت بتستلهم الواقع ومرتبطة بالتعقيدات اليومية في الواقع السياسي والاجتماعي. زي ما معروف أنه الناس كانت عاشت 30 سنة من ظلام أفرزت أنه فقد مجيز عزيز من السودان على خلفيته اتكتبت خيانة إيزن وانتهت بسؤال مفتوح انه احنا ماشيين وين يعني بعد ما فقدنا جنوب السودان ووفقنا السياسي ووفقنا الاجتماعي ووضعنا على مستوى افريقيا على مستوى العالم على مستوى الانسان السوداني نفسه. مجموعه بتاعت اسئله كانت مطروحه على الجميع وعلي انا ككاتب وكان التحدي كبير جدا. واصلت الكتابه وطرح الاسئله على مستوى الجزء الثاني اللي هو كان السوس. دي كلها ضمن المجموعة بتاعت ثلاثية الطائرة الفينيق. برضو السوس كانت زي ما قلت مواصلة للأسئلة وما كان في إجابة واضحة لا على مستوى الشارع السياسي لا على مستوى الشارع الاجتماعي. يعني إحنا عايشين في ظلام كل مرة قاعد تظلم أكثر. الصباح وين؟ المستقبل وين؟ الانفتاح وين؟ هل إحنا قادرين نغير الظلام اللي كنا عايشين فيه ولا لا؟ برضو انتهت بسؤال يعني وبقى السؤال انه نحن الاثنين حنكون في الدائره دي يعني دائره جهنميه دائره سوداء كده الى ان جاء ديسمبر المجيده عبر جهود الشارع السوداني والشباب السوداني دون مقاطعه لكلامك يا استاذه ساره لكن بدايتك للمجموعه بتاع ثلاثيه الطائره الفينيق زي ما ذكرتي انه هي سلسله فالبدايه الفعليه بتاعتها كانت اول روايه كانت طلعت كانت 200 بالضبط خيانة إيزن هي كانت اول روايه في 2012 نفسها. ايوه أنا حقيقة لحظة الانفصال زي ما قلت لك أو لحظة استقلال جنوب السودان زي ما قاعدين يحبوا يعني يسموه الأصدقاء من جنوب السودان هي كانت بداية النهاية بالنسبة للواقع الكنسي جدا بالنسبة لنا. المهم خلال 10 سنوات دي زي ما قلت تضلت الأسئلة ونحن كنا شايفين السودان ماشي لتشظي ماشي لنهايات ما معروفة ماشي لهاوية لحد ما قرر الشباب السوداني إنه لا تجيف كل الانحدارات الحاصله وننهض يعني احنا شعب عظيم جدا يعني احنا عندنا ارث وعندنا تاريخ وعندنا مكانه اجتماعيه وسياسيه على مستوى العالم من سنين بعيده يعني ما قريبه. فهل احنا حنكون مستسلمين للواقع السيء ده؟ كانت الاجابه انه لا. وجات ديسمبر ووقفت كل الـ 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 الاسئله والظلامات دي عشان يكون في اشراق جديد لسودان جديد. الإجابة على السؤال ده على مستوى الشارع السوداني هي فتحت الإجابة على الأسئلة اللي كانت مطروحة من خلال خيانة إذن ومن خلال السوس وفي الأحجية في إجابة زي ما قلت على كل الأسئلة دي في رسم لسودان مختلف لسودان مشرق لسودان يعود لمكانته لكرامته لوضعه للإنسان السوداني نفسه. الجوازات ما محظورة يعني إنه يكون وضعنا الطبيعي لينا كشعب طبيعي يعني.
فالحمد لله كتبت الأحجية ولقت فرصتها في الدعم والمنحة من خلال محجوتها. فهي أخذت المنحة وحتنطبع ضمن المشروع دي اسمه مشروع المنح الإنتاجية لمحجوتها وعبر السفارة بتاعة الجمهورية الألمانية. نعم. يعني متخيلين أو متوقعين على حسب ترتيبنا إن خلال الشهرين الجايات حتكون حاضرة في معرض الخرطوم الدولي للكتاب. ما شاء الله. إن شاء الله. حلو. من الحاجات الملفتة إنه يعني سلسلة بتتناول كل المواضيع دي وكل الأسئلة اللي ممكن تدور في ذهن كل واحد فينا. فأكيد بتكون واجهتك فيها صعوبات من ناحية السردك للرواية، من ناحية تقمصك للشخصيات أو تقمصك للمواطنين في إن مثلا احكوا الهموم، احكوا الواقع المارين به. فشنو كانت أبرز الصعوبات اللي كانت واجهت أستاذة سرجاتك من خلال الروايات الثلاثة؟ لحد بعيد يعني سؤالك ده بجد في مكانه. واحدة من أهم الصعوبات اللي واجهتني إنه كتابة الرواية هي ما حكاية. يعني انا ما بقول انه قمنا من الصباح خدينا كوبايه الشاي شربناها جانا زول سلم علينا ومشينا، لا. انت من خلال الكتابه مفروض تخاطب المخزون الفكري للقارئ بتاعك وتستفزه عشان هو يكون جزء من العمل. بنقرا روايات كثيره وما قاعد تكون راسخه في اذهاننا لانها بتشبه الحكايات اليوميه بتاعتنا، ما بيكون فيها اي اختراع، بيكون ما فيها التقاط للمفارقه، بيكون ما فيها التقاط للحكمة. يعني الإنسان السوداني إنسان حكيم ومن خلال ونسته العادية بيقول كلام كتير مفيد، يعني بس إذا لقى جزء تحت تفكير أو كده بيكون يعني زي أقول شنو عينه ساقبة لقاط، عنده قدرة على الاستدراك. صحيح. يعني الحاجة دي قدرة كبيرة شديد بتواجه أي روائي إنه يحول الإمكانية دي لعمله الروائي، يعني يشير له جو الرواية. في حال إنه أنت ما قدرت تعمل الحاجة دي كروائي، الرواية بتزبط، الناس بتقراها وبتحتفل بها لكن ما بترسخ في ذهنك ولا بتمس في الذهن ولا بتمس زي الحكاية زي ما بالضبط. لكن دي واحدة من التحديات الكبيرة، إنه أنا أخاطب قارئ حصيف وذكي زي القارئ السوداني وأقول كلام يرسخ في ذهنه وأستفز قدرته على التفكير. أنا اللي حد كبير في جزء كبير من الروايات قاعد خاطب القارئ باللفظ بتاع المشاركة جوا العمل نفسه، يعني بخاطب توقعاته. يا أكدتها ليه في جزء من، يا نفيت ليه، سؤال مفتوح، يا فاجأته، هو بكون جزء من العمل نفسه. فالحاجة دي لقتني فيها صعوبة وخلت القراء بتاعي ترجاك في القصة أي مجموعة كبيرة شديد متابعة القصة، لكن الرواية بتلقاها نسبة ضئيلة لأنها محتاجة زمن حتى، يعني ما بتتقري في قاعدة واحدة زي ما بتقري تمشي مراجعة. المهم لكن بحاول يكون عندي بصمة مختلفة كده يعني. إن شاء الله. امتدادا لمشروعات الكتاب أستاذ سرجاك، يعني قمت بإنشاء مركز الفال فتقريبا بعد ثورة ديسمبر المجيدة، فياريت تكلمين عن المركز ده وشنو نشاطاته وشنو مساهماته. والله هو لينا شرف انه كنا اول مركز يتسجل في المجلس القومي للثقافه والفنون بعد ديسمبر، ووقع علينا على شهادتنا استاذنا علي معباس اللي هو التحيه والتقدير من هنا، والتحيه والتقدير زي ما قلت لك لديسمبر المجيده في كل لحظه في كل نسمه وهواء بتاع حريه احنا قاعدين نسمه رقم الصعوبات والتحديات الكثيره المقابلانا في الشارع، الا انه فات الصعب وجاي الاصعب لكن احنا قدرنا. عايز أقول إنه المركز كانت فكرة أساسية بالنسبة له إنه يحاول يعني يبلور ويخط إطار للعمل الثقافي من وجهة نظر بتخصني أنا كسرجة. يعني أي صعوبة لاقتني أنا ولاقت الزملاء والأصدقاء حاولت أجاوب عليها من خلال المركز. طيب عندنا مشاكل في النشر، عندنا مشاكل في التدريب، عندنا مشاكل في الوصول للمتلقي بتاعنا إذا كان قارئ، إذا كان مدرب، إذا كان متعامل. عندنا مشاكل في قنوات التواصل مع المراكز الثقافية جوا السودان وبرا السودان. جهات كثيرة بتكون عايزة تقدم لنا لكن ما لاقي المستقبل اللي ممكن تتعامل معه بشكل رسمي جوا السودان. فحاولت من خلال المركز إنه أجاوب على الأسئلة دي، الإجابة على ما بالسهولة المتوقعة، يعني ما بمجرد أنه أنا سجلت المركز كل الحياة بتبقى سهلة وميسرة، لكن بيبقى ده الشكل القانوني اللي أنا من خلاله بقدر أجاوب على الأسئلة دي، أوصل رسالتي. إضافة لأنه هل يعني إحنا كمثقفين قايمين بأدوارنا بشكل كامل؟
بتلقى انه في ادوار هي ما حقتنا احنا قاعدين نعملها لغياب المؤسسه نفسها، وبتلقى في ادوار بتفرض علينا فرض زي ما قلت لانه مؤسستنا ما كامله، المؤسسة الثقافية ما كاملة، إضافة لأنه ركزت في المركز على تدريب الشابات من عمر 16 ل 25 سنة، لأنه أنا حاسة أنه الكتابة واحدة من الوسائل اللي بتخلي البنات يتعرفوا على نفسهم. مجرد ما أنا تعرفت على نفسي معناه عرفت من نقاط الضعف والقوة، معناه أنا بقدر أعالج كل الإشكالات، وهي بتكون واحدة من المصدات القوية لمقابلة الشارع. يعني البنات بلاقوا عنف، بلاقوا تحرش، بلاقوا 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 البيت لو ما كانت قويه ومالكه زمام امرها بشكل كويس ما بتقدر تواجه الاشكالات دي. في جزء كبير منهم بيحصل له انتكاسه ويرجع البيت بالشكل التقليدي اللي احنا الاجتماعي المعروف العادي، وفي جزء بيمشي في الاتجاه الثاني المضاد تماما. النتيجتين دي النتيجات يعني نتائج سلبيه احنا ما عايزينها. الإجابة على السؤال دي بتبقى من خلال تمليك إذا كانوا هم الكتابة بالنسبة للشابات وللشباب الاثنين هي واحدة من المصدات القوية شديد، لكن أنا مركز على إنه أنا مليكة للبنات لأنه هم المحتاجات في الدفاع المكثف على نفسه أكثر من الشباب. ممكن سؤال جانبي كده يعني بمعنى يعني كأستاذ سرجاك أستاذة كاتبة يعني من وجهة نظري هل يعني الكتابة هي بوح ولا عملية بتاعت استشفاء ولا عملية بتاعت حروب من الواقع أم عملية بتاعت تجسيد للواقع بصورة نمطية مختلفة؟ الكتابة كل الكلام اللي أنت ذكرته هي أنت بتمر بيها كمراحل، بتبدأ دائما بالمرحلة بتاعت البوح باعتبار أنه مساحة حرة للتعبير وما مطلع عليها زول، دي بتكون العتبة الأولى، دي البداية. دي البداية. المرحلة الثانية بتكون المرحلة بتاعت الاستشفاء، وإن هي بتعاري يعني مجموعة بتاعت إشكالات ومشاكل ما بتقدر زي ما أنت قلت تتكلم بيها مع آخر. هي واحدة من وسائل العلاج النفسي، الكتابة والقراية الاثنين واحدة من وسائل العلاج النفسي مستوى المستويات. بعد شوية حتحس إنه لا بما إنه أنا امتلكت الأدب تحت الكتابة معناه أنا عندي مسؤولية تجاه المجتمع اللي أنا جزء منه. بعد شوية بتبقى أنا هاوي لكن الأدوات اتطورت أكثر معناه أنا زول محترف، نزول محترف معك في الآخر بتلقى روحك تورطة الورطة الكبيرة والماء منها مفر. طيب يعني إلى جانب يعني دورك في إنشاء مركز الفال وتكلمنا عن اللي هو الأنشطة اللي تتم خلال المركز، لكن في نقطة يعني هل المركز يعني بيقيم ورش خاصة تانية مثلا غير الكتابة؟ والله عندنا ورش مجاورة يعني بنشتغل على الكتابة أساسية وكل متعلقات الكتابة يعني اللغة تحديدا من الورش الناس قاعد تشتغل عليها أكثر بالتطور الحاصل على مستوى الميديا وعلى مستوى كده بقى الكتابة الصوتي جزء أساسي. فاشتغلنا على تدريب جزء من الشابات اللي ما عندهم علاقة بالكتابة بشكل مباشر بالأداء الصوتي برضو يعني اشتغلنا عليها، دي واحدة من الورش. في ورش تانية عندها علاقة بالتطوير الأدوات اللي عندها علاقة بالمفاهيم يعني مفهوم الجندر، الحياة اللي عندها علاقة بالبيئة، الحياة اللي عندها علاقة بالديمقراطية والتحول. يعني هي مجموعة بتاعت بقدر أقول على شو مصطلحات كبيرة بتخلع الكاتبة الشابة عندي إذا بقت ما محيطة بها أو ما ملمة بها. فبحاول من خلال جرعات بسيطة يكونوا ملمين باللي بيحصل حوالينا واللي بيسمعوه في الإعلام ويكون عندهم رأي يعني يقدروا يكونوا رأي اتجاه الحاجة اللي بتتسمع وإذا طلب إنهم يكتبوا عنها. مشروع فنون بنات مندي واحدة من المشاريع المهمة جدا وكان لك دور فيها، فخلينا نتكلم بصورة عامة عن المشروع ده وقدر شنو ممكن يكون إضافة لكل الشباب ولكل يعني خلينا نقول الفئات العمرية المختلفة المهتمة بالكتابة. فنون بنات مندي هي منظمة أنشئت في النمسا عن طريق الصديقة دكتورة إشراق مصطفى، هي صديقة مهتمة بتطوير أدوات النساء في كل ال نقول عليها شنو الضروب والآداب والثقافة والفنون والهانديكرافت، كل الحياة الممكن تطور المرأة السودانية وتعزز من قدرتها النفسية والاقتصادية والاجتماعية. بدعم كريم من فنون بنات مندي قدرت الفال إنها تنفذ عدد من الورش في كل من الدمازين وبور السودان، والورش الجاي مفروض تكون في كوستي في زمن قريب. برضو المسألة بتاعت التشبيك والتبادل بتاع الخبرات، يعني الفال وفرت دعم التغني مجموعة وعي في الدمازين، وفرت الشباب نفسهم ودعمهم وكده
ناس مندي دعمونا بالفند المادي وقدرنا ننفذ الورش هناك، واكتشفنا يعني إمكانات مهولة لشباب هم ما قريبين من الخرطوم في بورسودان لأسباب كان عندها علاقة بالوضع الأمني. نفذنا ورشة عن طريق الزوم، لكن برضو اكتشفنا إمكانات مهولة شديد، وفعليا حاسين إنه الشباب برا الخرطوم مظلومين أو بعيدين من دائرة الضوء. دي واحدة برضو من هموم الفال، إنه الناس تشتغل برا الخرطوم وتعزز إمكانات الشباب هناك، حتى مهم جدا إنه نشتغل عندهم ما نطلب منهم يجوا الخرطوم، لأنه مناطقهم محتاجة لهم، ولأنه هم بيستقوا إمكاناتهم وقدراتهم على الكتابة والتعامل مع كل الفنون والأداب من خلال مناطقهم. والسودان غني جدا بتنوع وبحياة، فلما نجي من منطقته عشان يقدم حاجاته اللي بيستوعبها من جوا الخرطوم، زي بتفقد نسبة في المية من الأصالة، نسبة في المية من المعاني، نسبة في المية من طريقة التعبير، لأنه هو جاي من هناك وفي وفي بفكر مختلف وفي ذهن وفريم معين. صح. بتاع الخرطوم ده بكون عايز ادخل فيه، ودي حاجه ما يعني انا قاعد اتعامل معاها كجزء من الارهاب الثقافي. فالانسان ده مفروض نمشي له ونحن هناك نشيل منه حاجاته باصالته دي، تتكتب تترسم تتصور باحترامنا له وبتقديرنا له واحترام التنوع، ويبدو لي ده الافق بتاع السودان المفروض الناس تشتغل عليه بالطريقه دي. ونتمنى كل السودان، ما داري أقول كل السودان يبقى خرطوم، لكن كل السودان بخرطومه نبقى نحن يعني راضين عن نفسنا معماريا بيئيا على مستوى الصحة التعليم، كل الناس تلقى حقوقها وامتيازاتها بنفس المستوى، وباكر ضواي دايما. إن شاء الله باكر ضواي. لكن خلينا نتفق أستاذ سارة إنه مجموعة من الشباب يعني الموهوبين في كافة المجالات، سواء كانت على المجالات الفنية أو حتى المجالات الأدبية، بالتحديد في الولايات، فما لاقين الفرصة أو ما لاقين الطريقة المناسبة اللي هم ممكن يظهروا بها للمجتمع أو يظهروا بها يعني يعبروا بها عن فنهم ده. فطريقة الدعم يعني من خلالكم أنتم بتتم كمنح ولا ككيف؟ والله يعني الفرصة الأساسية أنا بالنسبة لي قاعد أقول إنه إذا قدرنا وفرنا لهم التدريب في مناطقهم، دي بتكون الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، طالما أنت وصلت المجموعة وعرفت المميزين فيها، بتبقى بعد ذاك زي ما قلت عبر الوسائل بتاع التواصل اللي بقت كثيرة دي، إنه وتوصلك المادة بتاعته. وما يعني وصلتك المادة، في طريقة بتاعت نشر في الجرائد، في طريقة بتاعت التواصل مع زي برامجكم دي، البرامج اللي عندها علاقة بالقصص في الإذاعة والتلفزيون، في يعني المميز بتقدم. دي حاجة أساسية أنا بالنسبة لي، يعني كنت في أي بقع في العالم أنت مميز، أنت واثق في المادة اللي أنت بتقدمها بتوصل. في حال أني أنت ما واثق، متردد في توصيل الجمال اللي أنت بتكتب فيه أو الإبداع اللي أنت قاعد تنتجه، دي بتكون النقطة الأولى بتخلي مجموعة كبيرة شديدة أنها تتراجع. فمن هنا وعبركم بقول أنه أي زول حاسي أنه عنده جديد الممكن نضيفه لخارطة الإبداع السوداني في الكتابة أو في أي مجال من المجالات، أنا قاعد أشوف أنه الأبواب مفتوحة جداً، وأنه الصدور كلها رحبة. صحيح. السودان واسع وكبير، ونحن لسه ما تكتبنا بالمناسبة، ولسه ما ترسمنا، ولسه ما تغنينا، فمنتظرين كثير من كل السودانيين في البقاع المختلفة، وبس محتاجين المسألة بتاعتهم زي ما قلت يسقوا في نفسهم، إضافة لأنه فعليا ما في فريم في الخرطوم، يعني عشان انت مضطر تدخل فيه وعشان تلقى نفسك في الدوائر، الحاجه دي ما فيش. وحتى الزول اللي عنده فكره زي دي هو قادر على انه يكسرها ويوصل المنابر ويوصل الجرايد والمساحات واسعه. بعد ثوره ديسمبر المجيد استاذ سر، يعني لاحظنا مجموعه من الكتاب يعني أصبح يكتب بشغف وبطريقة مختلفة تماماً عن 30 سنة السابقة. فأنتوا ككتاب، شنو الاختلاف ما بين الكتابة قبل ثورة ديسمبر وبعد ثورة ديسمبر؟ وهل الآن الحريات بقت متاحة للجميع من ناحية التعبير والرأي وكذا؟ قبل مسألة الحرية، زي ما قلت لك يعني أنا مثلاً كاتبة روايتين عبارة عن أسئلة، يعني إحنا حنعمل شنو؟ الدنيا ظلام وما قادرين نشوف قدامنا، يعني كان في إحباط قابع على صدر الجميع. يعني الإحباط ده كلنا كان كاتلنا، كلنا ما كان مدي الناس فرصة إنها تشوف هي عايزة تعمل شنو. ديسمبر رفعت على الإحباط، ديسمبر وفر زي ما قلت فضاء الحريات. قبل ديسمبر إحنا الحريات أنا بالنسبة لي ما أظن كانت عائق، كنا قادرين نتحايل عليها بشكل من الأشكال.
او انا يعني الاجابه دي جاوبتها قبل كده في كم حوار في انه الناس اللي كانوا قاعدين قبل ديسمبر كانوا بيتعاملوا معانا كهامش ما مفيدين مثقفين ساي. هذه كانت مريحه مدينا هامش بتاع حركه قادرين نعمل حاجاتنا ونحن نكرات كده. هم ما عارفين انه النكرات ديل الشغالين في الهامش اللي هم ما شايفينهم كانوا سبب او نسبه كبيره من جهودهم يعني ازاحت بهم يعني في ديسمبر بيقوا ما في شيء. فالفضاء ده كان فضاء مريح بالنسبه لنا في الوقت ذاك. لكن السي قدرنا نطلع حريتنا. الاستشراق التفاؤل الطمأنينة رجعتنا للمجتمع الدولي بتاعنا لفضائنا لمحيطنا دفقة من الأمل دفقة من التفكير الإيجابي خلت الناس تشتغل. وزي ما انت قلت شكل الكتابة يتغير. المبدع السوداني والمتلقي السوداني على السواء قادرين يفرزوا الحرية الضارة من الحرية النافعة. ومع انه ما في حرية ضارة هي كلها تجارب وهي كلها خبرات لكن نطمئن شديد على الشارع السوداني ما في عليه خوف ما في عليه أي محاذير يعني ومشكلات. الناس تستمتع بالكتابة بأشكال مختلفة تستمتع بالقراية بأشكال مختلفة ويذهب الزبد جفاء ويبقى ما ينفع الناس. صحيح. بالرجوع لموضوع الكتابة مرة ثانية سارة يعني بما أنك نلت جائزة طيب صالح فالمساحة دي ممكن تكون يعني مساحة بتاعت دعم ومساحة بتاعت أمل لكل الكتاب ولكل الفنانين اللي بيشاهدوا الفقرة دي بالتحديد إنهم يدوهم دافع إلى إنهم يعني ينجزوا ويحققوا. فدارين نسمع التجربة على لسانك كانت كيف وشعورك شنو مثلا لما نلت الجائزة دي وكيف كانت الصعوبات وكيف قدرت تتخطيها؟ الطيب صالح عبد الكريم مرغني يعني حديثه شجون لأنه طولت سنين يعني. أنا شاركت في الطيب صالح في الدورة بتاعة 2005 تقريباً كانت الدورة الثانية أو الثالثة وما نلت الجائزة باعتبار أنها كان أول عمل أدبي بالنسبة لي أو أول عمل روائي بالنسبة لي. وكنت حاسة بظلم رهيب أنه أنا كيف يعني أكتب رواية وما أفوز وبتاع. لكن دخلت شورت ليست بتاعت الجائزة نفسها وبعد ذلك لقيت كمية من الترحيب والدعم من المركز نفسه والمجموعة اللي كانت في المركز والزملاء والأدباء والكتاب في الوقت ذاك. بعد ذلك خضعت لمجموعة يعني لمجموعة من التدريبات انضميت لناضي القصة. الوقت ذاك كان شوية حي وبيأدي في أدوار عظيمة شديد. إحنا كنا بنكتب بشكل يومي بنتناقش بشكل يومي بيتم انتقادنا بلغة لازعة جدا بشكل يومي. لكن بقى الفيصل في إنه أنت تحول كل الكلام اللي أنت بتسمعه لعمل. دي الحاجة الوحيدة يعني أنا ركزت عليها وعملتها إنه أنا حولت كل الانتقادات لكلام إيجابي وبحاولت أطور فيه أدواتي. حتى الانتقادات السلبية في الكتابة ما في انتقاد سلبي يعني إلا الانتقاد الما عنده علاقة بالكتابة. يعني زول يكون قاصدك أنت في روحك ده برنامج تاني. لكن أي كلام يقال عن العمل يتعامل معه بجدية يتعامل معه بجدية تامة لأنه يعني العبارة اللي طافت في ذهن الزول اللي قال ليك الكلام ده هي عبارة نتجت عن شعوره لحظة قراية العمل. فبتكون في حتة ما ظابطة صدرت الإحساس اللي خلاه يقول الكلمة المعد. فالناس تتعامل مع كل الانتقادات اللي تتقدم بشكل بتاع تحليل وبتاع جدية وتحاول تعالج الإشكالات. الانتقاد الإيجابي الدائم ما بيطور الكاتب ما بقدمك يعني بيكون زول داير يصفق لك ساي كده يعني. لكن لازم تسمع الكلمة السالبة وتجيب عليها هي أكثر من الكلمة الموجة صح لأنها هي اللي بتطورها زي ما قلت لك. بعديها بسبع سنة في 2012 كان الفوز بخيانتي. إذن كتبت في ظروف صعبة شديد يعني أنا أم وعندي توأم عمرهم 9 شهور ما شاء الله ربنا يحفظهم للوقت ذاك اللهم أمين وبيكونوا عايزين يشاركوا معي في الكتابة وعايزين ينزلوا الشاشة بتاعت اللابتوب مجموعة بتاعت التحديات. لكن ده برضو كان واحد من التحديات في إنه القالب الاجتماعي للأم بيخليها هي تكون خلاص كي اتزوجتي كتابة شنو موظفة حكومة بشهادة بتاعت هندسة واتساب شنو الإضافة اللي عايز تكون يوم. لكن الشغف والإلحاح والمربوط بمسألة الكتابة هو اللي كان الأساسي
اتكتبت خيانة الإذن واتقدمت، وأنا عرفت بعد يعني خلاص منه الناس ماشيين يستلموا الجائزة. كنت لظروف تانية برضو بعيدة من الوسائط وبعيدة من التلفونات وكذا، فالناس كلها كانت بتفتش في سارجك، يعني بيضرب في التليفون والتليفون ما بيرد والتليفون بعيد ما بعرف شنو ذاك. فلما رديت التليفون فقالوا لي انت فايز بجائزة شنو يا جماعة؟ فذكرني مرة يا زلمة انت مشاركة؟ اي والله انا كنت مشاركة. طيب خلاص تعال استلم الجائزة يعني، عرفتها. فكانت ظروف تحديات لكن جميلة جدا جدا، ومن اجمل الذكريات انا بالنسبة لي، وحتظل خيانة اذن يعني رغم انها هي ما العمل القوي بالنسبة لي، لكن عملت بصمة. اي لكن هي عملت بصمة يعني خلت سارجة قاعدة في ذاكرة القارئ السوداني. بتوقع انه قدر ما زول يعني مرت به والسنين بيطور في ادواته وفي امكاناته وبيضيف وبغير، وما في كمال في الكتابه يعني، ما في كاتب مكتمل، ما في كاتب رهيب، ما في مثلا واحده من العبارات المستفزه جدا انه الكاتب افضل كاتب سوداني. اي زول عنده نمطيه واي زول عنده طريقه مختلفة عن الثاني تماما، ما في أفضلية صح. يعني زي أحلبي ما في كلام زي دي. كل زول عنده زايقته، كل زول عنده طريقة شوفه، كل زول عنده طريقة تعبيره. يعني لما تسأل السؤال ده طوالي بتترسم خارطة السودان قدامي، وبشوف إنه أكثر زول عبر عن شرق السودان هو أمير تاج ياسر، أكثر زول عبر عن غرب السودان أستاذنا إبراهيم إسحاق الله يرحمه وعبد العزيز بركة ساكن، أكثر زول كتب عن الدرمان بشكل كويس علي المكو علي عيسى الحلو مثلاً، أي زول أحسن زول كتب عن شندي وبسيني خضر مكي. صح، موضوع التخصصية والحتة اللي بتكتب فيها وإنت وإبداعك يعني فيه، وإنك أنت توصل يعني للبارك. ما في أفضل في الموضوع ده يعني، في الموضوع ده زائقة يعني، في زول بيفع معك وزول ما يفع معك، فغايته ربنا يدي العافية ولحد ربنا يوفقك إن شاء الله يا رب. أستاذ سرجاك من الخطط المستقبلية والأعمال القادمة لك إن شاء الله شو؟ والله هو الأحجية يعني، بتمنى إنه الناس يعني أحجيهم حجة كويس كده في الأحجية دي. الناس ما تتوقع يعني، يتوقعوا عمل صعب ما سهل، صعب كان علينا من خلال الكتاب وحيكون صعب على القارئ من خلال القراءة. فغاية الناس اللي بتستقى أثناء القراءة كده تقوم يعني يقول شنو، يلقوا لي العذر ويخطوه على جنبه ويمشوا ويجوا راجعين يقولوه تاني، أكيد الناس هتستمتع دي من هذا، أنا متأكد منه لأنه أنا استمتعت وأنا بكتبه. فاعذروني في اللغة، اعذروني في الطريقة بتاعت التكنيك بتاع الكتابة شكله مختلف شديد غايته. فأنا مرات كثيرة قاعدة أكون مشفقة على القارئ اللي بيكون متابعين ومتعامل معي، لكن ما في خيارات يعني، لأنه الإمكانات دي فعليا هي عندك يعني. صح. الإمكانات المختلفة، الإمكانات العالية، كيف توظفها؟ أي يعني ده أنا هو ده يستنطق مني أنا لحاجات جميلة قاعدة جوا القارئ السوداني. فما الناس ما تتضايق وما تسهج وتقرأ وتستمتع كده. شكرا كثير لكم. شكرا لك كثير أستاذ سرجاك، نورتي اليوم في برنامج صباح السودانية، وإن شاء الله يا رب دائما التوفيق يكون حليفك والنجاح، ودائما يعني نشوفك مشرفانا في المحافل العالمية إن شاء الله. شكرا لك ونورتينا. أهلا بك وشكرا كثير، ودي دعوة ليكم سودان 24 ودعوة لكل المشاهدين يعني لأنه يتابعوا فعاليات الأحجية في خلال الشهرين الجايات. وشكرا كثير ليكم وإن شاء الله دائما موفقين